شاء الله هنتكلم عن البودي فلويد ومجموعه من السيريوس فلويد الموجوده في الجسم. Learning object for this lecture هي ان شاء الله هنتكلم عن البودي فلويد ونتعرف ايضا على بعض المصطلحات اللي هي السيريوس فلويد و تقريبا انه الى كم جزء يقسم الى مجموعه من السوائل. ان شاء الله نتعرف على كل نوع من هذه السوائل وتقريبا يعني نتعرف على اهم هذه السوائل. من اهم هذه السوائل هي سيريبروسباينال فلويد، ساينوفيال فلويد، بلورال فلويد، بريكارديال فلويد وبريتونيال فلويد. بودي فلويد. Body water is water present in the body. Water of the body together with the dissolved solute is called body fluid. إذا أي سائل موجود في الجسم هو أو الماء الموجود في الجسم هو يسمى بالbody water. لكن أي ماء مع ال dissolved مع المادة المذابة في هذا السائل يسمى بالbody fluid. إذن البودي فلويد هو fluid is non-solid substance such as liquid or gas that tend to flow or conform to the shape of the container. Include urine fluid in the body cavity, joint fluid suite. Rule of the body water essential constitute of the cell. أهمية هذا البودي فلويد تأتي من خلال it serves as a transport media of a nutrient عملية نقل أو هو وسط يستعمل لنقل الغذاء وطرح الفضلات act as media of the cellular reaction يعتبر وسط للعمليات الكيميائية لأنه صراحة جسمنا هو قائم على التفاعلات الكيميائية فما ممكن أن تتم هذه التفاعلات الكيميائية إلا ما تتم عملية إذابة المواد في السائل حتى تتم هذه يعني المواد اللي هي solid لازم تكون مذابة في هذا السائل حتى تتم عملية أو تكملة هذه التفاعلات الكيميائية. إذن هو مهم جدا من أجل الكيميكال reaction to take place and chemical substance to dissolve at its diffuse لأن عملية dissolve عملية إذابة ومن ثم انتشارها في الوسط. أيضا هو يعتبر كناقل يعني يعتبر transport media. إذن مثل ما قلنا هو مهم جدا كمذيب إلى الفيتامينات والإنزيم والألكترولايت النان ألكترولايت الهرمون. إذن هو مذيب لهذه المواد. أيضا يحافظ لنا على المينتنن بودي هيت يحافظ على درجة حرارة الجسم. كذلك يحافظ على شكل وملمس الأنسجة الفورم and texture of the tissue. الفلويد كومبارتمنت هنا حوالي حجمها يكون يعني او مجمل السائل الموجود في الجسم هي 60% من البودي ويت يقسم الى جزئين الى الاكسترا سيلولر فلويد والانترا سيلولر فلويد. دائما يكون الانترا سيلولر فلويد هو ضعف او دوبلينج بالنسبه لمن للاكسترا سيلولر فلويد لانه هذا تقريبا حيكون 40 وهذا هو 20 لانه الماء الموجود داخل الخلايا هو قلنا ضعف. ليش؟ لان بسبب عدد الخلايا كبير ومتلاصقه مع بعضها البعض فنشوف انه حيكون ضعف ضعف السائل الموجود. الاكسترا سيلولر فلويد يقسم الى ثلاثه اقسام اللي هو ما يسمى بالانتراستيشيال فلويد اللي هو السائل ما بين بين الخلايا مع بعضها البعض. ثم عندنا البلازما اللي هي الانترا فاسكولار فلويد ونلاحظ انه دائما مكونات البلازما مع الانتراستيشيال فلويد خلينا نقول متشابهه الى حد ما مقارنه مع الترانس سيلولر فلويد. ترانس سيلولر فلويد سبيشلايز اكسترا سيلولر فلويد اور انذر سمول كومبارتمنت اوف فلويد ات از فلويد سيبريتد فروم بلازما باي ابيثيليوم.
This compartment include اللي يتضمن synovial fluid, peritoneal fluid, precardial fluid, intraocular fluid, cerebrospinal fluid. وهذا is very important يعني تعتبر هذه السوائل كلش مهمة لأنه تعتبر special لها يعني وظيفة خاصة بكل نوع يعني كل نوع من السوائل الموجودة هي لها وظيفة خاصة بها. It is the smallest component of extracellular fluid. وكما تلاحظون أمامكم في الصورة أنه الانتراسيلولار فلويد اللي هي موجودة داخل الخلايا، أما الانتراستيشيال فلويد فهي اللي تكون موجودة بين الخلايا. ودائما مثل ما ذكرنا أنه الانتراستيشيال فلويد اللي يرمز إلى الاي اف هو مشابه من ناحية المكونات إلى البلازما مقارنة مع الانتراسيلولار فلويد. Serous fluid is the small amount of fluid that lies between the membrane lining the body cavity اللي هو حيغطينا الغشاء الغشاء الخارجي اللي هو البارايتيال and those covering the organ with the cavities visceral. إذن بهالحالة إنه هذا السائل حيكون موجود بين two membrane اللي هو البارايتيال membrane والفيزيرال membrane. طبعا هذا السائل وظيفته هو to keep the membrane lining moist lubricant يجهزه بالنيوتريانت to remove waste. طبعا اي اختلال او اي كمية زايدة في كمية هذا السائل يسمى fusion. اذا accumulation of the excess fluid in the body cavity due to the pathological process called is fusion. العوامل المؤثرة الفاكتور كنترول سيريوس فلويد هي الكابيلاري بريمابيليتي فلويد ابزوربشن باي ذا لمفاتيك سيستم هيدروستاتيك بريشر ان ذا كابيلاري اللي هي معادلة الى البلاد بريشر وال اونكوتيك بريشر برودوس باي بيرسون اوف بلازما بروتين ان ذا كابيلاري. يعني بمعناها العوامل اللي تسيطر على عملية formation of the of this fluid يعني serous fluid and the observation of the fluid حتسيطر بواسطة البريمابيليتي ثم الهيدروستاتيك بريشر والأونكوتيك بريشر والابسوربشن اوف ذا فلويد باي لينفاتيك. طبعا الهيدروستاتيك مثل ما قلت هو بلاد بريشر فورسز بلازما ان الترا فلتريت تو فورم ان ذا كافيتي. وبنفس الوقت عندنا البلازما بروتين ان ذا كابيلاري منو المسؤول عليه؟ مسؤول عليه الأونكوتيك بريشر. طبعا التايب اوف ذا سيريوس فلويد حسب مكانه يسمى. مثال عليه مثلا عندنا السيريبروسباينال فلويد اللي هو راند ذا برين اللي هو السي اس اف ديتم والساينوفيال فلويد اللي موجود بالجوينت سبيس بريكارديال فلويد اراوند ذا هارت بلورال فلويد لانج كافيتي بريتونيال فلويد ابدومينال كافيتي. يتم عملية سحب هذه السوائل بواسط النيدل اسبيريشن. ثم اسم عملية سحب السائل تسمى حسب نوع السائل. فإذا كان بالسباينال كورد فإحنا نصيح له بالسباينال تاب أو اللمبر بنشر. إذا جوينت بمعنى جوينت أسبيريشن لأنه ده يسحب لنا سينوفيال فلويد. إذا كان من البريتونيال فهو الباراسنسيتيزي. إذا كان من البريكارديال فحيكون بريكارديال أسبيريشن. من البلورال حيكون ثورو سنسيتيز. ويسمى بذلك حسب مثل ما قلت نوع السائل الموجود في الكافيتي. سيربروسباينال فلويد من ضمن سوائل البادي فلويد. يعتبر هذا السائل هو الميجر فلويد اوف ذا بادي كلير كلرليس ترانسبيرنت فلويد بريزنت ان ذا سيربرال فنتريكل سباينال كانال اند سب اركويد سبيس. يعتبر هذا السائل او تكوين هذا السائل يكون بكميات كبيره باي ذا كورويد بلكسز اوف ذا لاترال فنتريكل اند ايضا في منطقه الثيرد والفورث فنتريكلز.
A small amount of the CSF is also formed from ependymal cell lining the verticals and other brain layer. من خلايا البطانة العصبية أيضا يعتبر هذا السائل هو جزء من extracellular fluid. نلاحظ أنه normal blood brain pair is important for the normal chemistry in result of the CSF. ويعتبر هذا الحاجز الموجود هو الأساس في أنه ينطينا الindex أنه هل ال CSF يعني مكوناته قد الشخص هو متعرض إلى نوع من الديزيز أو نوع من الإصابة. إذا يعتبر مهم جدا هذا الحاجز لأن أي تغيير فيه حيغيرنا على الكومبوزيشن of the CSF. الميكانيزم of formation تأتي من خلال selective electrofiltration of plasma من قلنا أنه عن طريق الـ blood brain layer وعملية انتقال المواد من الدم إلى CSF. والactive secretion by epithelium membrane أيضا التأثير الثاني هو أيضا حيكون من خلال الactive secretion يعني بمعناها أنه أي مادة يحتاجها CSF سوف تتم عملية نقلها ويحتاج هذا العمل إلى استهلاك طاقة. Function of the CSF هي حيكون أولا هو protect حماية mechanical cushion to brain, lubricate the brain, provide nutrient, remove waste أيضا, modulate pressure change وإحنا ما تسمى بعملية البويونسي والauto regulate of intracranial pressure. Serves as chemical buffer to maintenance contents ionic environment. أيضا يحاول أنه يخدم the transport media for nutrient and metabolite, endocrine substance and even neurotransmitter. من أهم خصائص الـ CSF أنه الفوليوم مالته حيكون 150 مل في حالة الأدلت وفي حالة الإنفنت حوالي من 10 إلى 60 مل. طبعا هو نوع RBC لا يحتوي على الـ RBC. إذا يختلف عن البلازما بعدم احتواء على الـ RBC and low amount of protein and lipid. الـ specific gravity for CSF هو حيكون 1.005 alkaline. الليمفوسايت هنا طبعا وجودها حوالي حيكون 6 سيل بالمليليتر. ريت اوف فورميشن حوالي 500 مل بير داي. نسبة يعني خلينا نقول نسبة الصوديوم الى البوتاسيوم حتكون عالية جدا. والليمفوسايت طبعا كسي اس اف سكريتد باي ذا فنتريكلز داز نوت كونتين اني سيل. لكن في حاله انه السي اس اف فلو ان ذا سباينال كورد يحتوي على الليمفوسايت حتى ولو كميتها قليله جدا. CSF fluid يتم بعدة مراحل. المرحلة الأولى أنه CSF secreted by choroid plexus in each lateral ventricle مثل ما عرفنا. بعد ذلك وين يصير هنا flow through intraventricular foramina into the third verticals. يعني بمعنى يبدأ بعد أن انفرز من منطقة each lateral ventricles يبدأ يدخل بالقناة اللي موجودة أو الثقب intraventricular فورامينا into the third vertical. يبدي ينفرز هسه تبدي منطقة الثيرد فنتريكل تفرز لنا مجموعة من الـ CSF. أيضا بعد ذلك flow down cerebral epiduct to the fourth ventricles. Choroid plexus هنا in the fourth ventricles added more CSF. CSF flew out two lateral apertures and one median aperture. CSF full subarachnoid
canoid space and both external surface of brain and spinal cord. إذا يبدي بعد ذلك يدخل في منطقة يعني نلاحظ أنه الدماغ يسبح بهذا الـ CSF حوله في منطقة منه؟ في منطقة subarachnoid space. ثم بعد ذلك وين يروح هنا؟ External surface of the brain and spinal cord. يصل إلى الـ spinal cord. At arachnoid villi, CSF reabsorb into the venous blood and of the dural venous sinuses. نلاحظ انه اي زيادة في السي اس اف طبعا هنا اكو منطقة شنو؟ منطقة السب اركانويد سبيس اللي تحتوي على شنو؟ الاركانويد فيلس اللي هاي شو تسوي؟ يقول اكسسف سي اس اف will be absorbed by the اركانويد فيلس which drain into the superior sagittal sinus. وهذا تتم عملية سحب هذا الزائد من السي اس اف عن طريق هذه الفيلس الموجودة في منطقة الاركويد او منطقة السب يعني قريبة من منطقة السب اركانويد سبيس. هذا مجرى سريان السي اس اف. طبعا في هذا السلايد تقريبا الكلام اللي ذكرته في السلايد السابق هو موضح على شكل نقاط ضمن هذا ضمن سريان السي اس اف في منطقة السب اركانويد سبيس ويصل الى منطقة البرين يعني حول البرين ويوصل الى السباينال كورد. هو protective barrier separated the brain from the circulating blood and regulated the distribution of the substance between the blood and the CSF. ويتكون هذا blood brain barrier من endothelial cell lining the brain capillaries. يخدم هذا البرين يعني عفوا blood brain barrier يخدم to restrict and control movement of the substance. ينظم ويسيطر حركة المواد المذابة between the general circulation and the brain extracellular fluid. أيضا it's help regulated the volume and composition of a fluid اللي هو CSF اللي محيط بالدماغ then contributed to the hemostasis of the CNS. ولاحظ أنه عملية الهيموستاسيس مهمة جدا في الحفاظ على التوازن الداخلي للسي ان اس. فنشوف هي عمليه يعني كتعريف بسيط للهيموستاسيس هي property of the cell tissue and organism that allow the maintenance and regulation of the stability and consistency needed to the function property. Hemostasis in healthy state that is maintained by constant adjustment of the biochemical and physiological pathway. إذا هي تعتبر خاصية للخلايا والأنسجة والكائنات الحية بصورة عامة. تعمل هذه الطريقة على الحفاظ على الاستقرار والثبات والتوازن اللازمين لعمل الخلايا بصورة صحيحة. وأيضا أنه تعتبر هذه الحالة هي حالة صحية يعني أنه من الشخص يحافظ على نفسه. إذا تعتبر هي حالة صحية من أجل شنو؟ من أجل مسار العمليات الكيميائية والفسيولوجية بالنسبة إلى الجسم. فنشوف إنه blood brain barrier is able to act barrier. نشوف إنه هذا الحاجز يعمل شلون حيصير؟ هو كتادجكشن ذات ريستركتد موفمنت اوف سبستانس بتوين ذا اندوثيليال سيل واندوثيليال سيل. فنلاحظ بالرسم هنا موجود التضيق الموجود في قناة ضيقة جدا. هذا هو التايت جاكشن اللي يعمل على الحفاظ او السيطرة على حركة المواد. Specific transport protein that determine which substance can cross the blood-brain barrier.
ايضا في حالة الدراج نحتاج الى شنو، مثلا احنا من ناخذ دراج معين او في حالة في حالات النيوروجيكال كونديشن، هاي الدراج تحتاج الى تعامل مهم جدا بحيث تمر من خلال هذا تمر من خلال هذا الحاجز. الباثولوجيكال كونديشن associated with the central nervous system، يعني لاحظ انه اي اختلال يصير بالcomposition of the CSF، اذا بهالحالة وين نتيجة لشنو؟ نتيجة لاختلال بالblood brain barrier function. collection of the CSF done by two method، by lumbar puncture or cisternal puncture. Lumbar puncture, the needle is introduced into the subarachnoid space in the lumbar region. Cisternal puncture, this needle between occipital bone and atlas so that enter the sternal magna. Indication of lumbar puncture, bacteria, viral, fungal meningitis, subarachnoid hemorrhage, malignant infiltrates like in acute leukemia, lymphoma, therapeutic relief of the pseudotumor cerebral, injection of a drug and anesthesia. ان شاء الله حنطلق على بعض الامراض او نتعرف على بعض الامراض اللي ممكن ان نستفاد من CSF حتى نعمل على تشخيص هذا الديزيز. المرض الأول اللي هو المنينجايتس هو disease caused by inflammation of a protective membrane covering the brain and spinal cord اللي يعرف بالمنينجايتس. فالمنينجايتس هي layer of the tissue that separated the skull and the brain. The inflammation is usually caused by infection. يعني لاحظ انه السحايا هي الغشاء اللي يغلف السكيل الجمجمة والدماغ. The inflammation is usually caused by infection of the fluid surrounding the brain and the spinal cord. Bacterial infection are the most common cause of meningitis. بعد ذلك بعد البكتيريا عندنا الفانجل infection، لكن نعتبر البكتيريال infection can be life treating and identify the causes is essential. يعني بمعناها انه تعتبر البكتيريا هي مهددة للحياة وبعض الاحيان ممكن ان تسبب لنا الوفاة او الاعاقة خلينا نقول ممكن ان تسبب اعاقة عصبية في الجهاز العصبي. type of the meningitis هو البيوجينيك بكتيريا اللي يسبب البكتيريا مايكوبكتيريوم تيبركلوسيس، وعندنا الاسبتيك meningitis اللي هو سببه حيكون فيرال فانجاي and بروتوزوا. The common causes of the meningitis عندنا أولا البكتيريال meningitis اللي هي الايروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي لبروبانيوبكتيريوم اكني، سيرو جروب بي ستريبتوكوكس causes infection to neonate to age of 3 months، لستيريا مونوسايتوجين also infected neonate elder immune compromised patient children and adult. إشريشيا كولاي كان affected أيضا بالنسبة إلى الإنفنت. هيموفيلس إنفلونزا affected children بعمر 6 أشهر لحد 5 سنوات واللي سبب لنا التهاب أيضا السحايا. نايسيريا منينجايتس affected all age of human. ستريبتوكوكس نيموني affected all age group. Highest incidence in young age، هذا طبعا الأساسي. الفيرال مينينجايتس واللي هو يعتبر الاسبتيك مينينجايتس، اول مثال له هو النون بايلو انتيرو فيروسز، مابس فيروس، هيربس، انكلود فيشتاين بار فيروس، هيربس سيمبلس فيروس، فيرزيلا زوستر فيروس، ميزلز، انفلونزا فيروس، ايربو فيروس ستش از ويست نيل فيروس، ليمفوسايتو كوريو مينينجايتس فيروسز. الفانجل مينينجايتس واللي هي من ضمن الاسبتيك اللي هي الكريبتوكوكس، هيستوبلازما، بلاستومايسيس، كوكسيديوديست وكانديدا. most common organism incriminated according to age group بالنسبة إلى اليونات أو الانفنت and up to 2 months of age. Lansfield group B streptococcus, Escherichia coli, Listeria monocytogene, herpes simplex
virus and Neisseria meningitis. Candida for premature neonates. From children older than 2 months to young adult, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae viruses is particular enteroviruses and Haemophilus influenza type B incidence decrease after Haemophilus influenza vaccine. From adults, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis viruses originally non-group B, Haemophilus influenza, Listeria monocytogene for patient اللي هي أكثر من 60 سنة. Fungi have also been found to cause meningitis. بعد أن تعرفنا إلى معنى المنينجيتس، عندنا يعني مصطلح هو الأسيبتيك مينينجيتس. الأسيبتيك مينينجيتس هو term used to describe syndrome of meningoinflammation associated with mostly with increase of the cell. دائما نلاحظ أنه التهاب السحايا اللي هو الأسيبتيك مينينجيتس مصطلح يوصف إلى متلازمة الالتهاب السحايا اللي مرتبط مع منه مع زيادة في البايلوسايتوسيس. Primary lymphocyte and other mononuclear cell in CSF وأيضا شنو خاصة الخلايا اللمفاوية اللي تعتبر المونونيوكليار cell and absence of rightly cultivable bacteria or fungi وبالنتيجة حنشوف انه من نزرعة ما نشوف اي شيء لا بكتيريا ولا فانجاي. Is associated most commonly with viral infection and is often self-limited ويمكن يعني هذا غالبا ما خلنا نقول انه ممكن ان يا اما يطيب ذاتيا لان نوع الفيروس اللي خلينا نقول بسيط او يكون محدود. The syndrome can also occur ايضا in syphilis and some other spirochetes disease. Response to the ممكن ان ايضا يحدث مع بعض الادويه الادراك او الراديو مثلا الى خلينا نقول راديو ابيكيو سبستانس ان ذا سي اس اف بعض المواد اللي ممكن ان نحقنها من ناخذ مثلا تخطيط الى الدمار or from tumor or bleeding involve the meninges or subarachnoid space. The primary site of inflammation يعني لاحظ انه الموقع الاساسي لالتهاب السحايا هو حيصير بمعنى انه without clinical evidence of the involvement of the neural tissue ما يعني نشوف انه ما موجود دليل سريري على التهاب هذه الاغشيه. Such patient may be have ممكن انه البيشن يعاني من fever, headache, stiff neck, bad, nausea and vomiting نتيجه الاصابه بالaseptic meningitis. Encephalitis. Encephalitis هو او التهاب الدماغ هو irritation and swelling inflammation of the brain parenchyma most often due to infection. Encephalitis مع المنينجيتس يسمى بالمنينجو انسيفيلايتس. Causative agent for this disease specifically to rural area في المناطق الريفية هناك الارفوفيروسز or earthbound bone viruses او الفيروسات اللي تنقلها المفصليات اللي مثال عليها الموسكيتو and tick. While the urban بمناطق الحضرية it is most frequently caused by enteroviruses اللي هي Coxsackie virus, pylovirus and ecovirus. أيضا the enteroviruses incubation period is most often من 3 إلى 5 أيام. Adenovirus الفيروسات الغدية وال HIV وال post measles such as acute sclerosing pan-encephalitis هو من الأسباب اللي تعتبر أو مسببة إلى الانسيفيلايتس. الانسيفيلايتس also may result from other type of infection اللي هي الميتابوليك, التوكسيك, النيوبلاستيك, disorder وخاصة وأيضا عندنا الأورام. إذا هاي كل ما متعلق كنبذة مختصرة عن الانسيفيلايتس. لمبر بانشر بالنسبة إلى جمع الـ CSF collection وجمعنا الـ CSF يتم تقسيمه هنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هو قسم الـ chemical investigation keep it in freezer till preformed خليه بالفريز لحد ما نبدي نشتغل به.
الميكروبيولوجيكال انفستيجيشن كيبت ان روم تمبريتشر حتى نشتغلها immediately حالا. وبالنسبة إلى الميكروسكوبيك انفستيجيشن سيلولار كاونت ديفرنشيال سايتولوجي اللي من خلاله حنبدي نتعرف على عدد الخلايا. طبعا بالنسبة إلى مختبر الميكروبيولوجي انفستيجيشن حيكون عملية نتعرف على الجرامستين على الكالتشر وبعض الاختبارات اللي ممكن أن نسويها عندما نشك بفيروس معين أو بكتيريا معينة. مثلا في حالة الهيربنج سيفلس فيروس نبدي نشتغل على البي سي آر، الانديان انك مثلا نستعملها في حالة الكريبتو انتيجين في دي اللاما انتيبادي، يعني بمعنى انه نعمل اختبارات تعتبر هي specific for the specific microorganism. في هذه الصورة هنلاحظ عملية فحص CSF sample اللي نأخذها من البيشن نتيجة يعني من طريقة اللامبر بانكتشر، وتكون هذه باتجاهين. الاتجاه الأول إنه إذا فحصنا العينة خلال أقل من ساعة من أخذ العينة، يعني transport to the laboratory وصلت يعني أقل من ساعة من تاريخ أخذ العينة، رأسا نعمل على السنترفيوجينج مدة 10 إلى 15 دقيقة، وبالنتيجة حنحصل على السيديمنت والسوبرناتد. السوبرنات حنسوي له السيروجيكال تيست اللي هو اللاتكس أجلوتينيشن، أما السيديمنت فنسوي عليه الجرام ستين والبرايمري بليتينج أور شوكليت أجار أند بلاد أجار. أما إذا تأخرت عملية نقل السامبل إلى المختبر فبالنتيجة inoculated in trans-isolated media، وهسه إن شاء الله نتعرف شنو معنى trans-isolated media. incubation overnight مدة بدرجة 35 سنتيغري in CO2، بعد ذلك ثاني يوم لأن قلنا إحنا overnight نحفظها subculture to chocolate agar and blood agar. بالنسبة إلى الترانس ايزوليتد ميديا اللي هو يستعمل في عملية الانيكوليتد اند ترانسبورت سامبل، فنلاحظ انه شنو الترانس ايزوليتد ميديا از باي فيزيك ميديا ذات از يوزفول فور ذا برايمري كلتشر اوف منينجوكوكاي، يستعمل يعني كوسط ناقل الى السي اس اف عند عملية انه اذا كان الوقت متأخر وريد نحتفظ بالعينة الى اليوم الثاني ونبدي نشتغلها. فنلاحظ انه هذا الميديا هي باي بيزك ميديا ذات از يوزفول فور ذا برايمري كلتشر اوف منينجوكوكاي اند اذر ايتولوجيكال ايجنت اوف بكتيريا منينجايتس اللي هي ستريبتوكوكس نيمونيا اند هيموفيلس انفلونزا فروم ذا سي اس اف. It can be used as a growth media as well as holding and the transport media. إذن هي تعتبر هذه الميديا هي بنفس الوقت growth و transport. لاحظ أنه the trans isolated media should be stored تخزن بدرجة حرارة 4 درجة مئوية and warmed وتسخن بدرجة حرارة الغرفة اللي هي 25 قبل ما نبدي نستعملها. CSF specimen should be transported to the microbiological laboratory as soon as possible. Specimen for culture should not be refrigerated or exposed to the cold, excessive heat, sunlight. They should be transported at temperature between ما بين 20 إلى 35. حتى من نريد نتحضر إلى عملية الزرع ونزرعها تكون النتيجة جيدة. CSF specimen must be planted with 1 hour. يجب أن نزرعها خلال الساعة الأولى، وإذا ما قدرنا أن نزرع خلال الساعة الأولى إذن يجب أن نضعها في trans isolated media وننتظر يوم كامل ومن ثم ها وبوجود CO2.
إذا ما حصلنا الترانس ايزوليتد ميديا إذا نستعمل تيوب بس نفتح السكرو كاب مالته ونضعه بدرجة حرارة 35 بوجود السي او 2. إذا ما حصلنا الغاز باج أو الكاندل جار نستعمل الشمعة may improve to bacterial survival حتى شنو نحافظ على البكتيريا بدرجة حرارة 35 بوجود 5% CO2. من نجي هسه نبدي بعملية CSF analysis. أول فقرة هي microscopic examination. الميكروسكوبيك اكزامينيشن بمعنى انه ما نراه في العين. فالنورمال سي اس اف بصورة عامة هو كريستال كلير لان الكونسنتنسي مالته هو اكثر شيء من الووتر. اذا يكون سي اس اف كلير في حالات النورمال فايندينج والفيرال مينجايتس. تيربيد كلاودلي ميلكي انديكيتد بيرسون اوف اوفر وايت بي سي ار بي سي. بكتيريال مينجايتس في حالات البكتيريال مينينجايتس لأنه تزداد نسبة الوايت بي سي، يزداد نسبة البروتين والليبيد كونسنتريشن. مصطلح هو عندنا الزانتوكروميا هو term used to describe CSF supernat that is yellow, orange, pink يعني ما نراه في السوبرنات في المنطقة العليا من CSF. إذا كان لونها أصفر فهو الـ RBC breakdown hyperilobin high protein tuberculosis fungal meningitis ويكون viscous. الـ pink في حالة الـ RBC breakdown. الـ orange أيضا RBC breakdown و high carotenoid intake الشخص يأكل نسبة عالية من الكاروتين. الـ green اللي هي الـ hyperpyrylomania purulent CSF bacterial meningitis. البراون في حالة المننجل ميلانو ماتوسيس. هاي في حالة الميكروسكوبيك اكزامينيشن. من نيجي ايضا نفحص الضغط مالته اثناء عملية سحب السائل. فاذا كان انكريز براجر في حالات الكونجستيف هارت فيلر سيربرار اوديما سب اركانويد هيموريج hypoosmolarity resulting from hemodialysis dialysis purulent or tuberculosis meningitis hydrocephaly pseudotumor cerebral. decrease pressure عندما يقل الضغط نتيجة لي complete subarachnoid blockage leakage of the spinal fluid severe dehydration hyperosmolarity or circulatory collapse. من نعمل سيل كاونت للسي اس اف بهالحالة في حالة النورمال سيل كاونت مثل ما ذكرنا سابقا عدد خلايا الليمفوسايت واللي تكون موجودة فقط في السي اس اف الموجود في السباينال كورد. سباينال كورد يعني بمعنى انه السائل الموجود حول السب اركانويد سبيس يكون لا يحتوي على خلايا الليمفوسايت. فنشوف في حالة الأدلت عدد الخلايا النورمال يكون أقل من 5 يعني لحد 6 هو طبيعي لينفوسايد. في حالة النيوبورن حيكون حوالي أقل من 20. نلاحظ أنه الكوزز فور إنكريزن نيوتروفيليا مع اللينفوسايد هي البكتيريال منينجايتس بصورة يعني أولا بالمركز الأول بعدين ذلك الفيرال منينجو إنسيفيلايتس رياكشن تو ريبيت لامبر بنكتشر إنجكشن أوف ذا فورين ماتيريال إن سب أرانكونويد سبيس. هذا كله يسبب في زيادة النيوتروفيليا. زيادة الإيزونوفيليا هنا في حالة الباراسيتيك الفنجل انفكشن راتكسيا ار بي سي حيكون ابنورمال دائما. ار بي سي ما موجود في السي اس اف واذا وجد فهو نتيجه لتروماتيك تاب ويحتاج الى 3 سامبل ار نيدد. الاذر تيست اللي ممكن انه نعملها الى السي اس اف هي نسبه الكلورايد في حالة التيبركالوسيس منينجايتس، اللاكتيت أيضا في حالة الكانسر،
اللاكتيت ديهايدروجينيسيس هي بحالة البكتيريال مانينجايتس. الكليكوز اللي نلاحظ انه عندما ترتفع النسبة ترتفع، يعني نلاحظ انه عندما تقل النسبة، لانه في كل الاحوال اذا ارتفعت فهو الشخص هو هايبرغلايسيميا، لكن اذا قلت فهو في حالة الانفلاميشن لينفوما. نسبة البروتين، قلنا نسبة البروتين هي يجب الطبيعية النورمال رينج هي حوالي لحد 60 هي طبيعية. عندما تزداد في حالة الانفكشن، في حالة الماليجنسي ممكن أن يستعمل علاج معين الشخص، سم ميديكيشن. نشوف أنه ارتفاع البروتين يقابله مع منو، نلاحظ أنه ارتفاع الاي جي جي. في حالات المالتيبل سكرالوسيز، ترانسفيرز مايلايتيست، نيورو مايلايتيست اوبتيك، نعمل الانديان انك تيست في حالة الكريبتوكوكس نيوفورماس، ايضا نعمل البي سي ار في حالات الفيرال انفكشن، ونلاحظ انه ممكن ان نسوي الجرام ستين، الاسيد فاست ستين في حالات المايكرو اورجانيزم، الاسيد فاست ستين في حالة التيبركلوسيس، والجرام ستين حتى نعرف اللي هي البكتيريا جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف، ونبدي نشتغل عليها نزرعها على البلد اجار والشوكليت اجار. ملخص بسيط حنلاحظه في هذا التيبل انه بصورة عامة السي اس اف النورمال حيكون كلير، لكن حيكون تربد مثل ما ذكرنا في البكتيريال مانينجايتس. اذا شو وقت يكون كلير؟ يكون في النورمال سي اس اف والفايرال مانينجايتس والفانجل مع الاكيوت سيفلس. لكن في حاله البكتيريال مانينجايتس والتيبركلوسيس مانينجايتس حيكون حاله البكتيريال تربد، وفي حاله التيبركلوسيس مانينجايتس حيكون سلايتلي اوبيكيو كوب ويب فورميشن، يعني مثل نسيج العنكبوت معتم. الضغط في حالة الطبيعي حيكون من 90 إلى 180، يزداد في حالة الأكيوت بكتيريال مانينجايتس والفانجل والسيفلس. لاحظ الوايت بي سي، الوايت بي سي تزداد او الليمفوسايت تزداد في حالة الاكيوت بكتيريال مانينجايتس تصل الى حوالي 10,000. البروتين في حالة نشوف انه في النورمال هو حوالي 45، لكن مليغرام لكل ديسيلتر. لحظة، في البكتيريال مانينجايتس يبدي يزداد يصعد الى 50، في حالة التيبركلوسيس يصل أعلى حد إلى 300، والفانجل أيضا يوصل إلى 300. لكن نلاحظ في حالة الكليكوز حنشوف إنه الكليكوز الطبيعي هو 80 ميليغرام، لكن نشاهد في حالة البكتيريال مانينجايتس هو اللي حلاه، يعني إحنا من يبدي يزداد الجلوكوز، هذا يعتبر هايبرغلايسيميا، احتمال هو الشخص يعني عنده سكر. لكن نشوف انه في حالة الإصابة البكتيريال مانينجايتس يبدأ يقل. اذا وين الخطورة هنا؟ الخطورة حتأتي او تتحتم علينا وين؟ من نشوف اكو ديكريس بالجلوكوز. فنشوفه في الأكيوت بكتيريال مانينجايتس يبدأ يقل، وايضا في التيبركلوسيس والفنجل مانينجايتس. الكلورايد هنا ايضا مهم جدا، الكلورايد يبدي يقل لان نسبته حوالي هو 130. فنشوف انه يبدي يقل في البكتيريال مانينجايتس والتيبركلوسيس والفانجل مانينجايتس. هذني يعتبر مهم جدا من نجي نفحصهم، البروتين والكلوكوز والكلورايد. مع البروتين اذا عندنا شنو؟ عندنا فقره الالبومين والاي جي جي مثل ما ذكرت، كلش مهمة ينفحص ونشوف نسبة الـ IgG الموجودة.
توضيح سريع لعملية الـ CSF collection and laboratory diagnosis. فنبدأ بطريقة اللمبر بنكتشر، ثم عملية تقسيم الـ CSF إلى أربع تيوبات. التيوب الأول جلوكوز بروتين وجرام ستين كلتشر سيل كاونت فور سبيشال، وأيضا التيوب الرابع هو فور سبيشال تيست. طبعا قلنا السامبل اللي حنحصله حنسويه نقسمه قسمين، قسم نسوي له سنترفيوج وقسم ان سنترفيوج. بالنسبة إلى سنترفيوج فور ذا حتى نعمل عليه الاختبارات أو البايو كيميكال أناليسيس، أو نستعمله في حالة الجرام ستين أو الكالتشر فور بلود أجار أند شوكليت أجار. أما بالنسبة للأنسنترفيوجين فهو فور سيل كامت، حتى نعد الخلايا اللي موجودة في السامبل اللي جمعناه. في حالة examination of the CSF there are five steps. Step number one حيكون cell count، ثم biochemical analysis، direct microscopic culture و antigen detection. For the direct microscope عندما نستعمل مثل ما ذكرنا سابقا انه عندما ناخذ CSF و sample of the CSF و done centrifuge، بعد ذلك يقسم الى قسمين supernat نسوي من عند اللاتكس او السيروجيكال تيست، والسيديمنت حنبدي نشتغل عليها السمير. بالنسبه الى السمير حيكون تو تايب اوف سمير، دراي سمير وويت فيلم. في حاله الدراي سمير حنعمل الجرام ستين، الانديان انك سمير، الزين نيلسون ستين. جرام ستين انه حنسوي ديفرينشيتد بين جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف. في حاله الويت فيلم حنبدي نسوي detection for the cryptococcus إلى الفنجل، يعني الفنجل infection. في حالة الكالتشر أيضا حنستعمل السيديمنت for biogenic bacteria. قلنا حنستعمل blood agar، مكونكي agar، chocolate agar، brain heart infusion. هذا incubated for 37 centigrade for 48 or 72 hours. مايكوبكتيريوم تيبر كالوسيس حنستعمل الأجرات اللي هو لونشتاين جينسن ميديا، و انكوبيتد ار 13 سنتيغري فور 8 ويك، لأنه تعتبر المايكوبكتيريوم تيبر كالوسيس من المايكرو أورغانيزم اللي تحتاج وقت أطول للانكوبيشن. فور فانجاي حنستعمل سبرويد ديكرو ديكستروز أجار، وانكوبيشن أيضا بدرجة 13 سنتيغري فور 3 ويكس. في حالة الرابيد دايجنوسيس أو سيرولوجيكال تيست اللي نستعملها حتى نسوي ديتكشن إلى المايكرو أورغانيزم إن ذا سي إس إف. قلنا بالنسبة إلى الرابيد دايجنوسيس حنستعمل السوبر ناتد فلويد كونتين انتيجين ديتكتد سيرولوجيكال. الرابيد دايجنوسيس تيست فور منينجايتس ميثود اللي هي حنستعملها هي اللاتكس اجلوتينيشن تيست والكاونتر اميونو الكتروفوريسيس. الافيلابل مايكرو اورجانيزم نايسيريا منينجايتس، ستريبتوكوكس نيموني، هيموفيلس انفلونزا تايب بي، جروب بي ستريبتوكوكس. الطريقة الأخرى اللي حنستعملها هي البوليميريز تشين رياكشن اللي هي المولكيولر تيست، امبليفيكيشن اوف ذا فيروس سبيسيفيك دي ان اي اور ار ان اي فور ذا سي اس اف يوزنج بي سي ار. امبليفيكيشن هاز بيكم ذا سينجل موست افكتد ميثود فور دايجنوسيس فيرال انفكشن، از هايلي سنسيتيف اند سبيسيفيك تيست سينس اورلي تراكس اماونت اوف ذا انفكتد ايجنت دي ان اي از ريكوايرد.
تعتبر ايضا از ماي اند مو فقط الفيرال، ايضا البكتيريا ممكن ان نسوي لها ايدنتيفيكيشن بكتيريال مانينجايتس، حتى شنو مثلا نسوي ديستينكويش بتوين بكتيريال مانينجايتس اند فيرال مانينجايتس. الاذر لابراتوري ستدي اللي ممكن ان نشتغلها على السي اس اف هي الكومبليت بلاد كاونت مثل ما ذكرنا، والديفرنشيال ليكوسايت كاونت، الليفر اند رينيال فانكشن تيست، ايضا الاريثروسايت سيديمنتيت ريت، سيري اكتيف بروتين اللي له في حالات البكتيريال انفكشن والفيرال انفكشن ممكن ان يرتفع نسبه السيري اكتيف بروتين، ايضا الاي اس ار ممكن ان يرتفع في الاصابات البكتيريه، ممكن انه نسوي فحص الامراي سيتا سكان اذا البيشنت ممكن ان يحتاجه، لكن مو في كل يعني الاحوال. طبعا انه البيشنت قد يعاني من حالات عصبيه وعدم اتزان نتيجه لاصابته اذا كان بالبكتيريال مانينجايتس او الفيرال مانينجايتس. Other type from the serous fluid هو synovial fluid، طبعا يعتبر أو الاسم الآخر اللي هو joint fluid. هذا السائل هو viscous fluid found in the cavity of the movable joint. The bone in the synovial joint are lined smooth articular cartilage. يعني بمعنى أنه العظم عندما يعني أو منطقة المفصل حيلتقي هي منطقة التقاء عظمين. طبعا نهاية العظم موجود articular cartilage، طبعا هذا separated بيناتهم يفصل بيناتهم، نهاية قلنا كل عظم موجود الكارتليج الغضروف، طبعا بين العظمين موجود الكافيتي اللي هو يحتوي على synovial fluid. The joints is enclosed in the fibrosis joint capsule، طبعا موجود ال joint capsule lining by the synovial membrane، موجود ال synovial membrane. هذا synovial membrane يحتوي على خلايا أو specialized نوع متخصص من الخلايا تسمى بالسينوفيوسايت. هاي السينوفيوسايت هي المسؤولة عن عملية إفراز السينوفيال فلويد. إذا سينوفيال فلويد is form يتكون من الالترا فلتريشن of plasma across the synovial membrane. والفلتريشن هنا يعتبر non selective لأنه يعمل على دخول المولكيولر اللي هي تكون اقل يعني لو مولكيولر ويت اقل من بالنسبه، ويبقى الجزيئات اللي هي تعتبر هاي مولكيولر ويت بروتين ما ممكن ان تدخل داخل هذا السائل. Synoviocytes secreted mucopolysaccharide containing hyaluronic acid and a small amount of protein into the fluid. إذا المسؤول عن عملية إفراز السائل هي خلايا synoviocytes. Function of the synovial fluid: reduce friction between bones, lubricant joint, the fluid providing nutrient to cartilage, resistance shock of walking and jogging impact, collection of synovial fluid, erythrosensitasia. Why the test performed? Because is bleeding in the joint after joint injury أو نتيجة gout and other types of arthritis infection in joint. النورمال synovial fluid حنشوف الفاليو مالته، الفوليوم أولا يبدي أقل من 3.5 ml، الكلر هو colorless to pale yellow، طبعا يكون كلير، الفيسكوسيتي مالته able to form strange حوالي 4 إلى 6 سنتيم long، يعني بمعنى أنه من نقيسه يعني يخرج كخيط بحيث هذا الخيط طوله حوالي من 4 إلى 6. ليكوسايت كاونت حيكون أقل من 200 سيل بالمايكروليتر، النيوتروفيل بالديفرنشيتد كاونت حيكون أقل من 25% من مجموع الخلايا. طبعا الكريستال حيكون نون بيرسنت ان ذا synovial fluid. جلوكوز مقارنه بالبلازما ديفرنس حيكون اقل من 10 ملي جرام ديسيلتر، يعني lower than the blood glucose، يعني اذا كان الجلوكوز فاليو بالدم حوالي 90 فهو حيكون
تقريبا 80، اذا يقل عن بعشرة. التوتال بروتين حيكون اقل من 3 جرام دي سيلتر في الساينوفيال فلويد. common causes synovial fluid infection هي حتكون staphylococcus اللي هي staphylococcus aureus, streptococci, beta hemolytic, enterobacteriaceae, E. coli, salmonella, shigella, Neisseria gonorrhea, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Prosella, Chlamydia tracheomatis, Mycoplasma pneumoniae و Ureaplasma urealytica. تقسم الباثولوجيكال significant of the joint disorder إلى أربع أقسام: النون انفلاماتوري والانفلاماتوري السبتيك هيموراجيك. في حالة النون انفلاماتوري هو الاوستيو ارثرايتس. الانفلاماتوري مثلا عندنا ريماتويد ارثرايتس, لوباس ارثروماتاس, بولي مايتوسيس, ريماتويد فيفر, لاما أريثرايتس, كريستال إنديوز جاوت أند سيدو جاوت. السبتيك هو الميكروبيال إنفكشن, والهيموراجيك اللي نتيجة للتروماتيك إنجري, تيومر, الهيموفيلس, أذر كوغيليشن ديس أوردر, والأنتي كوغيلنت أوفردوز. طبعا في حالة اللابراتوري فايندينج ان جوينت ديس اوردر حيكون في حالة النون انفلاماتوري الواضح به هنا الوايت بي سي طبعا هي حتكون اقل من 1000. النورمال جلوكوز سيميلر تو ذا بلاد جلوكوز, اذا ما حيقل. بحالة الانفلاماتوري كلاودي الوايت بي سي ما بين 2000 الى 75000, والنيتروفيليا هي اكثر من 50%. لكن هل لاحظ هنا الفرق؟ ديكريز جلوكوز ليفر. الكريستال انديوس اورجان اللي هو حيكون ايضا كلاودي, لو فيسكوسيتي, وايت بي سي تقريبا بال100000, النيتروفيليا تبدي تزداد, يعني حتكون اقل من 70, يعني لا هي 50 ولا هي 70. ديكريز ايضا حيكون حيقل الجلوكوز ليفل. وكريستال بيرسن, وقلنا من البدايه انه الكريستال هو نان بيرس بالحالات الطبيعيه وما موجود بالساينوفيال فلويد, لكن بالحالات المرضيه. في حاله السبتيك حيكون كلاودلي, الوايت بي سي من 50000 الى 100000, نيتروفيليا تقريبا ازيد من 75 مع قله بالجلوكوز ليفل, وبنفس الوقت حيكون بوزيتيف كلتشر اند جرام ستين. وقلنا الكلتشر تعتمد على نوع المايكرو اورجانيزم, اذا كانت جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف نزرعها بالبلاد او بالشوكليت اجار, تحتاج الى سي او 2 5% او ما تحتاجها. هيموراجيك فيفا, الهيموراجيك حيكون كلاودلي, لو فيسكوسيتي, وايت بي سي ايكوال تو بلاد, نيوتروفيليا ايضا ايكوال, ونورمال جلوكوز ليفل. فقط حيكون وجود شنو؟ وجود الار بي سي, لان هو اصلا هيموراجيك من الاسم, من بدايه الاسم هو هيموراجيك. النوع الاخر من serous fluid is pleural fluid. طبعا pleural fluid fluid found between two layer او two membrane. الممبرين الاول اللي هو البارايتال ممبرين اللي يحيطنا بالكافيتي ثيروسك كافيتي, والممبرين الاخر السكند ممبرين اللي هو الفيزيرال ممبرين اللي surrounding the lung. The space containing fluid اللي هو يسمى بالبلورر فلويد, طبعا فائدته هو يعتبر لبريكانت نيوتريانت, وبنفس الوقت يعني جهزه بالنيوتريانت, وبنفس الوقت ريموف ذا ويست. اي اكسسز اماونت من البلورر فلويد حيسبب البلورر انفيوجن. يعتمد الكنترول على عده عوامل اللي هي الهيدروكس
hydrostatic pressure والoncotic pressure. طبعا نتيجة لأن هذا الضغطين حيسيطر على عملية regulation of fluid filtration and reabsorption. فأي خلل كان pathological or infection حيسبب إلى عملية excessive fluid in this area. Some common causes of pleural effusion هي heart failure, pneumonia, autoimmune disease مثال عليها rheumatoid arthritis. Normal pleural fluid has the following characteristic اللي هي اولا حيكون clear عند عملية الفلتريشن من البلازما ال pH حيكون 7.6 protein content less than حوالي 2% يعني من 1 الى 2 جرام in deciliter الوايت بي سي حتكون fewer than 500 pre-cubic milliliter الكليكوز طبعا حيكون similar of the plasma lactate dehydrogenases حيكون less than 15% of the plasma sodium, potassium, calcium concentration similar to that in interstitial fluid طبعا واهم فقرة هنا هي حنعتمد على الكليكوز واللاكتيت dehydrogenases بالاضافة الى البروتين والوايت بي سي type of fusion حيكون عندنا two types اللي هي transudate pleural effusion والexudate effusion بالنسبة الى transudate fusion هو fluid substance that accumulation between two layer اللي هو parietal layer والvisceral layer اللي حيغلف لنا اللون طبعا هذه السوائل passes through the membrane or has been extruded from the tissue تنقذف من tissue of high fluidity تكون high fluidity مع low content of protein cell أيضا قليل or solid material derived from cells caused by fluid lacking into the pleural space تحدث هذه نتيجة مثل ما ذكرنا سابقا حتعتمد على ضغطين اللي هو الهيدروستاتيك بريجر اللي هو البلد بريجر والأونكوتيك بريجر اللي يعتمد هذا على اليمن يعتمد على الـ produce of plasma يعني produce نتيجة لتكون البلازما بروتين in capillaries طبعا نشوف انه الترانسيديت يعتبر هو clear fluid لأنه نسبة الفلويد بيه عالية السوائل similar to the blood serum causes of the transudate اللي هي الاتالاكتسيز والكونجكتيف هارت فيلر هايبو البومينيميا نيفروتيك سيندروم بريتونيال دايليسيس بالنسبة إلى الإكزيات إفيوجن هو fluid rich in protein and cellular element that oozes out of blood vessels due to inflammation سائل يكون غني بالبروتين والسيلولار إليمنت اللي تخرج من السوائل نتيجة للإنفلاميشن. It's caused by blockage blood vessels, inflammation, lung injury and drug reaction. الإكزيوتر يكون دائما cloudy fluid لأنه rich بال much protein and cell. Signify underlying local pleural pulmonary disease. Causes of the exudated حيكون asbestos exposure, atelaxis, hemothrax infection, bacteria, virus, fungi, pulmonary embolism وuremia. إن شاء الله حنبدي في التفريق بسيط differences between transudate والexudate طبعا في هذا السلايد وإن شاء الله في السلايد اللي بعده. فنلاحظ انه دائما الترانسيديت يكون كلير لكن الاكزيت يكون كلاودلي لانه طبعا هذا اول فرق وفرق مهم جدا لانه من خلاله حنقدر نفرق انه هل هذا ترانسيديت او اكزيت فنتيجة الكلاودلي لانه هذا السائل هو غني بالبروتين والخلايا البي اتش حيكون في حالة الترانسيديت اعلى من 7 لكن هذا حيكون اقل من 7 البروتين اثنيناتهم حيكونون هم اعلى من 3 جرام لكل ديسيلتر الكليكوز في حالة الترانسيديت حيكون اكثر من 40 ملي جرام لكن في الاكزيت حيكون اقل من 40
اللاكتيت ديهيدروجينيز حيكون في حالة الترانس يوديت هو أقل من 200 انترناشنال يونت لكل لتر، لكن في حالة الإكزيات فهو أكثر من 200. الوايت بي سي طبعا حيكون أقل من 1000، لكن في حالة الإكزيات لأن من ضمن أسباب الإكزيات إنفيوجن هو حيكون infection نتيجة لبكتيريا أو فيروس فانجس تيبركلوسيس أو باراسايت. فنشوف نسبة الخلايا الوايت بي سي أعلى من 1000 بالمايكروميتر. في هذا الجدول حنشوف differences between transient and exudate. طبعا بالنسبة إلى transient هو filtration of blood plasma without change in endothelial permeability due to physiomechanical factor. طبعا يعتبر هذا هو non-inflammatory edema clear. طبعا هاي من الأشياء المهمة جدا، واللي قلنا هو similar to the blood serum، مشابه اللون مالته بحيث يكون لونه pale yellow fluid. نسبة البروتين تكون بيه قليلة، عدد الخلايا قليل، اللاكتيت ديهيدروجينيز لو، ونشوف انه نسبة الخلايا مثل ما قلنا قليلة جدا. من ناحية الأكزيات هسه يعتبر هو أوديما of the inflamed tissue associated with increased vascular permeability damage to the serous membrane. يعتبر هذا السائل هو inflammatory edema يكون cloudy نتيجة لارتفاع نسبة البروتين وعدد الخلايا، وأيضا يكون pH الخاص به هو يعني مشابه إلى الترانسيودات. The most common pathogen that appear in culture studies of pleural fluid includes streptococcus pneumoniae, staph aureus, haemophilus influenza, enterobacteriaceae, pseudomonas species, and in case of the ruptured pulmonary abscess, anaerobic bacteria such as bacterioid are present. Less is often mycobacterium tuberculosis and non-mycobacterium tuberculosis, actinomyces species, nocardia species, fungi and real mycoplasma or viruses. There are four types of fluid can accumulate in the pleural space. Number one, serous fluid hydrothorax. Hydrothorax is condition that results from the serous fluid accumulated in the pleural cavity. This specific condition can be related to the serosis with ascites, in which ascitic fluid leaking into the pleural cavity. يعني تتم هذه العملية عندما تكون هناك إصابة باحتشاء الكبد serosis، أو وذلك حيسبب لنا مع الأسايتس يعني عملية تسريب السوائل من التجويف البطني، وبالنتيجة تذهب إلى البلورار كافيتي. Blood اللي هو يسمى بالهيموثوراكس is condition that result from blood accumulated in the pleural cavity. Chylothorax, chyla is milky blood fluid. Consists of the lymph with amplified fat or free fatty acid. Is formed in the small intestine during digested of the fatty food. It is type of a pleural infusion. Is resulted from the lymphatic fluid accumulating when in the pleural cavity. إذا بصورة ملخصة حيكون الكايلوثوراكس هو عملية تجمع الليمفاتيك when in the pleural cavity. البص البايوثوراكس اللي هي accumulation of the pus in the pleural cavity. النوع الآخر من السيريوس فلويد هو البريكارديال فلويد. Serous fluid secreted by the serous layer of the precardium into the precardial cavity. ومثل ما قلت سابقا انه يتكون السائل بين two membrane. Membrane الاول اللي هو الباراتيال membrane والvisceral membrane. Precardial space between two membrane normally contain حوالي 50 مل من الفلويد. Presence of the abnormal amount of this fluid or abnormal characteristic of this fluid يسمى بالpericardial effusion.
طبعا الفانكشن اوف ذا بريكارديال فلويد هو لبريكانت، وبنفس الوقت ينطي مساحه للسيرفيس الونج ذا ممبرين تو كلايد اوفر ايتش اذر وذ ايتش هارت بيت، ينطي مساحه في عمليه نبضات القلب. طبعا البريكارديال فلويد الطبيعي هو حيكون كلير، لونه حيكون بيل يلو، نسبة الجلوكوز حيكون مشابه ما موجود بالسيروم فاليو. طبعا في حالة الار بي سي ما موجود، الوايت بي سي تكون اقل من 300 سيل، والكالتشر اذا يعني اشتغلنا عليه كالتشر حيكون نو جروث لان اكيد ما موجود، يعني يكون ستيرايل. الجرام ستين ايضا نو اورجانيزم ممكن ان نلاحظها تحت الميكروسكوب. وبالنسبة إلى السيتولوجي فهو no abnormal cell ممكن أن نلاحظها في هذا السائل. الكومن كوز مايكرو أورغانيزم اللي ممكن أن يسبب لنا البريكاردايتس اللي هي قد تكون viral, bacteria or fungal infection. من ناحية الفيروس causes include Coxsackie virus, herpes, MAPS virus, adenovirus, influenza and HIV among other. Pneumococcus tuberculosis pericarditis are the most common bacteria forms. Staphylococcus, streptococcus, pneumococcus, hemophilus, influenza, Neisseria, gonorrhea, meningitis, chlamydia, cytasi, and trichomatis, mycoplasma, rigenella, tuberculosis, salmonella, Lyme disease, anaerobic bacteria. ممكن أن نلاحظها في بعض الأحيان. الفنجل بريكارديتس is usually due to histoplasmosis, aspergillosis, plastomycosis, coccidiomycosis, actinomycosis, nocardia والكانديدا. الباراسيتيك حيكون إيكانوكوكس, أميبيا وتوكسوبلازموسيس. الأذر ديزيز النيوبلازما ميتاستاتيك بارا النيوبلاستيك البريست لانج لوكيميا اند لينفوما اوتو اميون ديزيز ورينيال فيلر يمكن ان ايضا يسبب لنا البريكاردايتس. أذر تايب فلويد موجود عندنا البري peritoneal fluid اللي هو found normally in the peritoneal cavity space between the peritoneal membrane become purulent and accumulated يسمى ascitic fluid in case of the peritonitis. Ascitic fluid accumulation of a fluid in the peritoneal cavity. The common cause of peritoneal effusion هي enterococci, colistridia, mycobacterium tuberculosis cystomoniasis. Possible pathogen according to the age include في حالة children هنلاحظ أكثر الميكروأورغانيزم اللي ممكن أن يسبب لنا حالة الأسيتيك فلويد هي ستافيلوكوكاي نيموكوكاي ستريبتوكوكاس بايوجين انتيروبكترياسي. بحالة الأدلت حيكون عندنا الإيكولاي باسيلاس فيرجاليس كوليستريديا وانتيروكوكاي نايسيريا غونوريا and كلاميديا تريكيوماتاس. الاناليسز اوف ذا بلورال فلويد حنشوف انه اول فقره عندنا الجلوكوز اللي هي ديكريز ان ريماتويد انفلاميشن اند بيرولنت انفكشن. من حيقل الجلوكوز اذا بهالحاله حيزيد اللاكتيت اللي هو ايفيليتد ان ذا بكتيريال انفكشن. الدهون الثلاثيه هنا حنشوف انه حترتفع شوكه ترتفع بالكايلوس فيوجن. ال pH degrees in pneumonia not respond to antibiotic وخاصة اللي هي غير مستجيبة للعلاج. وأيضا عندنا الأدينوسين أدينوسين ديأمينيز اللي هو حيرتفع دائما في حالة التيباركولوسيس and malignancy. الأمايليز الأمايليز هنا تقريبا قلنا الأدينوسين دي أمايليز يرتفع تقريبا أكثر من 40
يونت لكل لتر، وهذا يحدث في حالات التيبركلوسيز والميليجنسي. الأمايليز يكون في حالات الإسوفاجيال رابشر أند ميليجنسي. طبعا الخلايا اللي من نيجي نسوي سيل كاونت أو ديفرينشياتد سيل، هنشوف إنه النيتروفيليا في حالات النيمونيا والبولمينري انفاركشن، الليمفوسايت في حالات التيبركلوسيز والفيرال انفكشن، الميزوثيليا سيل في حالات النورمال أند ريأكتف form have no clinical significance، وتقل في حالات الميز يعني تقل الميزوثيليا سيل associated with tuberculosis، لكن هنشوف في التيبركلوسيز تزيد البلازما سيل. الميليجنت سيل طبعا في حالات البرايمري ادينوكارسينوما اند سمول سيل كارسينوما ميتاستاتيك كارسينوما. طبعا الفقرة المهمة اللي نحاول انه قلنا هو نوعين من الفيوجن موجود الاكزييت وشنو عندنا الترانسيديت. لو نريد نفرق ما بيناتهم يعني كديفرنشياتد بتوين ذيم، هنعتمد على اللاكتيت ديهايدروجينيز، هاي اول فقره، ثم نعتمد على السيرم السيرم انفيوجن البومين جريدينت. طبعا ايضا نعتمد على الكوليسترول، مهم جدا، وايضا الجلوكوز والادينوسين. الادينوسين داي امينيز مهم ايضا، والسيري اكتف بروتين. طبعا هذا الشارت مهم جدا حتى نحاول ان نفرق ما بين الاكزييت والترانسيديت. اول ما نعمل analysis for the pleural fluid، هنعتمد على الفلويد بروتين واللاكتيت ديهايدروجينيز من خلال انه الفرق ما بين السيرم والفلويد. طبعا في حالة الترانسيديت هو اكيد يعني نعتمد على المرض اللي دا يسوي الترانسيديت. لازم في حالة الاكزييت هنعتمد على الجلوكوز والادينوسين داي امينيز، الوايت بي سي، الاميليز والبي اتش. في حالة الاميليز اذا ارتفع فهو البنكرياتست، اذا نلاحظ الادينوسين داي امينيز اذا كان اكثر من 40 يونت باللتر الواحد، فمعناها انه شنو، يا اما تكون لينفوسايتوسيس وهي بمعناها تيبركلوسيس، يعني بكتيريال انفكشن بهالحالة. نلاحظ انه البي اتش، البي اتش اذا قل من 7، اقل من 7.2، اذا هو شنو يعتبر، انه البيشنت يحتاج الى تشيست تيوب، يعني بمعناها في كل الاحوال هو موجود سائل ويجب سحبه. اذا كان اقل من 6 فمعناها اسوفاجال رابتشر. Analysis of the peritoneal fluid or ascites، هنا طبعا هنعتمد على السيرم البومين، يعني سيرم ascites البومين gradient، بمعناها اذا كان الهاي البومين gradient peritoneal infusion، فمعناها يعني اذا كان هو اكثر من 11 جرام معناها انه هو transudent، اذا كان اقل من 11 فمعناها هو exudate. ايضا نعتمد مثل ما قلنا اذا اعتمدنا على هذا المعنى، واذا اعتمدنا على اللاكتيت ديهايدروجينيز وكان اكثر من 400، هذا بمعناها هو السائل هو اكزييت. من اهم السبيسيفيك بريتونيال فلويد تيست اللي نسويها هو عندنا الادينوسين داي امينيز اللي حيكون بهالحالة يعني أكثر من 39 يونت لكل لتر في حالات البريتونيال تيبركلوسيس. أيضا عندنا اليوريا والكرياتين، الأمايليز، وعندنا الكليكوز حيكون lower than in serum tuberculosis يعني tuberculosis
peritoneal fusion وفي حالات الكارسينوميتوسيس. التوتال ان ديفرنشال سير كاونت اللي هي بوليمورفو نيوكليار ليكوسايت كاونت حتكون اكثر من 500 يعني تقريبا نضربها في يعني الى 100,000 خليه. هذا في حالات البريتونيال. significant of the peritoneal fluid test حنتطرق على الاساسيات في هذا الجدول. الابييرنس حيكون كلير في حاله النورمال وتيربيد في حاله الميكروبيال انفكشن مالتيبليكيشن، جرين في حاله الجول بلادر، بلاد في حاله التروما الانفكشن، ميلكي يعني لون السائل يكون ميلكي في حاله الليمفاتيك تروما اور بلوكج. نشوف انه إذا كان السائل يحتوي على أكثر من 100,000 RBC فهو indicated blunt trauma injury. في حالة الwhite BC، الwhite BC count إذا كانت أقل من 500 سيل بالمايكروليتر هو normal، وإذا أكثر من 500 فهو bacterial infection. نشوف إنه الamylase مهم جدا، increase in pancreatic infection. الكليكوز أيضا هيقل في حالات التيبركلوسيس بريتونايتس والميليجنانسي. نشوف بالنسبة إلى الجرام ستين أنت كالتشر هاي في حالات البكتيريال بريتونايتس، وإذا الجرام ستين هنا إذا كانت جرام نيجاتيف أو جرام بوزيتيف تحتاج إلى 5% إلى 10% CO2. الكالتشر حيكون بلاد أجار، شوكليت أجار أو مكونكي أجار. أدينوسين دي أمينيز في حالة التيبركلوسيس بريتونايتس. في حالة الأناليسيس أوف ذا بريكارديال فلويد حنعتمد على البروتين واللاكتيت ديهايدروجينيز، ومن خلاله حنشوف انه هل هو السائل ترانسيوجيت او اكزيت. فاول اختبار هو عندنا البروتين ريشيو، الفرق ما بيناتهم، يعني نقيس البروتين في السيرم مع البروتين في البريكارديال فلويد ونطرحها، وبالنتيجه اذا كانت اقل النسبه من 0.5 يعني العفو إذا كانت أكثر فمعناها هو إكزييت. نعتمد أيضا على اللاكتيت ديهايدروجينيز ريشيو، هاي مهمة. وإذا نقيس البريكارديال فلويد لاكتيت ديهايدروجينيز ووجدنا أكثر من 200 أو يساوي يونت 200 يونت لكل لتر فهو يعتبر شنو؟ يعتبر إنديكيشن فور ذا إكزييت. زين، اختبار ثاني أيضا ممكن أن نعتمد عليه اللي هو السيرم انفيوجن البومين جريدينت وايضا الكوليسترول ريشيو. الاختبار المهم او السبيسيفيك بريكارديال فلويد تيست هو الادينوسين دي امينيز اللي اذا وجدناه اكثر من 40 يونت لكل لتر فهو في حالات التيبركلوسيس بريكاردايتس. اما بالنسبه الى الترانسيوديت انفيوجن فهو تريتمنت فور اندرلاينج ديزيز.